ضيفتنا النهارده هي نموذج من الستات اللي رفعوا اسم مصر في الخارج، رفعوها جدا. منورانا النهارده انجي لطفي، اول قائده كورال مصريه معتمده من المانيا، درست وتعلمت الموسيقى من صغرها وهي دلوقتي بتعلم جيل كامل. القصه بدات منين وازاي؟ ده اللي هنعرفه منها دلوقتي. خلوني انا ارحب بيها. اهلا وسهلا بيكي انجي، منورانا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي انجي. في الاول حد معاكي، بس من الاول خالص، من البدايه خالص، انت حبيتي الموسيقى امتى؟ وهل كنت بتتعلمي الاول الات قبل اتجاهك للكورال ولا لا؟ انا ابتديت وانا صغيره جدا، وانا عندي 7 سنين. والدتي اخذت بالها ان انا عندي اذن موسيقيه وبحب اسمع موسيقى ودايما بدندن كده مع الموسيقى، فبدات توجهني لاساس الالات كلها، البيانو. وده اللي ابتديت فعلا اعزفه فتره طويله يعني، ومستمره فيه لحد دلوقتي. وبجانبه بقى درست الات تانية علشان اكتشف انا بحب ايه اكتر، الكمانجا والفلوت. وبعدين على عمر مثلا 10 سنين كده بدأت أدخل كورال المدرسة، وأتجه بقى أكتر للغنى. وعلى سن 14 سنة بدأت يعني أخد بالي إن أنا عايزة أبقى مش بس في الكورال، عايزة أغني سولو، فبدأت بقى أخد كمان سكة الغنى السولو. حلو قوي. طيب إمتى بقى سافرتي ألمانيا؟ ولما سافرتي ألمانيا هل الحياة كانت سهلة زي ما بيقولوا كده بيس أوف كيك، ولا كان في صعوبات وكان في مشاكل واللغة؟ هو الحمد لله نقطة اللغة دي أنا ما عنديش فيها مشكلة، لأني خريجة المدرسة الألماني في اسكندرية، كويس جدا، فده اللي سهل لي شوية الأمور إن أنا أدخل في البروجرام بتاع دراسة قيادة الكورال. وهو بروجرام مش متعارف عليه في مصر، أو مش موجود قوي فكرة دراسة قيادة الكورال. فأنا علشان حبي للغنى وكمان يعني إيماني إن الأطفال كتير موهوبين في حتة الغنى دي ومش عارفين يوجهوها ازاي، دايما بحب ان انا اشوف الاطفال بيغنوا مع بعض في الكورال، وكنت عايزة اعمل ده بشكل مدروس اكتر يعني. مش مجرد ان انا موهبة وخلاص، لا، انا كنت عايزة ادرس ده واعرف ازاي اعمله صح. انا شايفة ان هي مسؤولية كبيرة جدا، وجود عدد من الاطفال بيغنوا، انا مسؤولة عن صوت كل حد فيهم، فكنت حابة اعمل ده عن دراسة. وفعلا اتجهت يعني لدراستي. انت زي المايسترو بالظبط. لما بيوجه كل آلة دلوقتي هتعمل كذا، هتعلى، هتوطى، التون بتاعها هيبقى عامل ازاي احنا ما بنبقاش فاهمين هو بيعمل كده، احنا متخيلين هو بيعمل كده بس وخلاص. مظبوط. بس انت مايسترو الكورال. مظبوط. فبتقولي لهم بقى مين طبقة عالية، مين يعني، هو المايسترو اشرحي لي اكتر. يعني قائد الكورال مش بس بيقود الكورال، هو كمان بيمرن الكورال قبل ما يطلعوا الحفلات، يعني كل ما هو قبل الحفلة، قبل قيادة الكورال في الحفلة، هو تمرين كمان الأصوات، إن إحنا نبقى بنغني صح بتناغم، سواء بقى صوت صوتين ثلاثة حسب تقسيمة يعني الأغنية اللي هنغنيها. وفي الآخر خالص بقى قيادة الكورال نفسه، اللي هو إن إحنا كلنا نطلع بالشكل البروفيشنال اللي بنشوفه على المسرح، سواء أطفال أو كبار. احنا شايفين عدد كبير ما شاء الله بتقوديه. ايه ده ما شاء الله، الله. دي كانت حفلة مع مغنية الأوبرا المعروفة فرح الدبيني، برضو خريجة المدرسة الألماني. بمرور يعني بمناسبة مرور 140 سنة على المدرسة الألماني، كان عندنا حفلة في مكتبة اسكندرية. ده الكورال بتاع المدرسة بتاعي مكون من 80 بنت ما شاء الله، كلهم بنات بنات موهوبات كتير جدا خالص. جدا، وانا ببقى سعيدة وانا بشتغل معاهم وبشوفهم بيتطوروا. تعرفي تسيطري عليهم ازاي وبعدين 80 بنت؟ هم 80 يعني عارفه بنت. لو في ولاد تقولي ايه، الولد برضو بتدي له الاوردر لحد ما هم يعني مش بيركزوا في تفاصيل، مش بيتقمصوا من اللي حواليهم. في 80 بنت ازاي تعرفي تسيطري على 80 بنت؟ هو كمان اعمارهم من 10 ل 12 سنه، اعمار صغيره كمان، سهل قوي طبعا. لكن اللي بيعرف يعني اللي بيخليني اعرف اسيطر عليهم هو حبهم للي هم جايين يعملوه. هم حقيقي حابين يعملوا ده، مش جايين مغصوبين يعني ان هم يغنوا في الكورال، لا، هم فعلا حابين. ولما بيشوفوا الاوتكم، لما بيشوفوا ناتج التمرين اللي احنا بنعمله ده كله حفله في الثانيه، بيبتدوا يفهموا ان الالتزام حاجه مهمه علشان نوصل للمستوى ده من الاداء. طب ارجع لك انت تاني بقى، وفي المانيا قعدتي قد ايه تقريبا علشان تقدري تحصلي على الاعتماد؟
هو الدراسة كانت المفروض تبقى سنة ونص، هي جت بس للأسف يعني قبل وقت الكورونا على طول، كورونا فتوقف الموضوع. ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا. أنا ابتديت على طول قبل الكورونا، وبعد كده توقفت الدراسة فترة اللي توقف فيها العالم كله عن كل حاجة. فالدراسة اللي كانت المفروض تاخد سنة ونص أخدت بالتقريب سنتين ونص ثلاثة. لكن أنا الحمد لله يعني كان عندي إصرار إن أنا أكمل. الموضوع ما كانش سهل، لأن يعني أنا كنت الوحيدة اللي من بره ألمانيا. كل بقية الناس اللي كانوا في الدراسة كانوا من ألمانيا، فكان بالنسبة لهم سهل إن هم يتقابلوا أو يتجمعوا، لكن صح. أنا كان لازم بقى الفيزا وكل السفارات اللي كانت قافلة والمطارات اللي ما كانتش بتفتح، يعني كان في شوية كده عرقلة. لكن الحمد لله عرفت إن أنا أتغلب عليها وأكمل فعلا بمساعدة الجامعة، إن هم فعلا ساعدوني ووقفوا جنبي إن أنا أقدر أكون متواجدة معاهم. جات لك بقى امتى فكره انك تعملي مركز لتعليم الموسيقى والفنون؟ وبرده الخطوه دي كانت سهله ولا صعبه؟ مش عايزه تقولي لي انت على اي تحديات شايفه. لا والله، هو الحمد لله يعني في حاجات كتير كانت متسهله. ومركز ايتوبيا للفنون هو مركز انا فتحته في 2015. دايما واحنا صغيرين كنا بنروح الكونسرفاتوار الاوبرا، علشان لو حد مهتم بالموسيقى او صحيح. المسرح او ايا كان الفنون اللي هنتعلمها. لكن ما كانش في مراكز لتعليم الفنون خاصه. فجات لي الفكره دي لان انا شايفة ان اطفال كتير وحتى كبار نفسهم يتعلموا فنون مختلفة، لكن مش عارفين يروحوا فين. ومش شرط ان هم يروحوا الاماكن المعروفة، او مش شرط ان الاماكن المعروفة دي يبقى عندها الكاباسيتي ان هي يعني تستقبل كل العدد صحيح. اللي عايز يتعلم. وفي ناس جغرافيا بعيدة عن الاوبرا، في ناس جغرافيا بعيدة عن معهد الموسيقى، فمش هيعرفوا يعني. بالظبط بالظبط. ففكرة وجود المراكز الخاصة دي يمكن ابتدت وقت ما انا فتحت ارتوبيا، وبدأ يبقى فيه من ساعتها بقى مراكز كتير جدا خاصة لتعليم الفنون. طبعا الموضوع ما كانش سهل في الاول، لان الاهالي دايما عندهم تخوف من اي حاجة مش حكومية او مش تبع هيئة كبيرة، او مش هيظهروا على مسرح الاوبرا او المكتبة او يعني في الحفلات. فان احنا نوجه الاهالي ان لا، ده كمان موجود، وده كمان بيقدم ده بكواليتي كويسه جدا وعلى مستوى عالي جدا زيه زي الاوبرا والمكتبه. فده يمكن كان التشالنج يعني اللي واجهني في الاول، التحدي. ان التحدي بالظبط ان الاهالي يدركوا ان لا، ده ممكن وده موجود وعلى مستوى عالي، والاطفال هيتعلموا وبعد سنين هيطلعوا من المركز ده اللي هو خاص، يكونوا برضو تعلموا كويس جدا كأنهم راحوا الكونسرفاتوار والأوبرا. أنواع الفنون بقى اللي بدرسيها في الأكاديمية عندك، وبرضو أعمار الولاد من سن كام نقدر نشترك لحد سن كام؟ احنا عندنا ثلاث يعني يعتبر دومينز مختلفة، الرسم والموسيقى والمسرح. دول احنا حاولنا ان احنا يبقى عندنا كل الفنون اللي الأطفال والكبار ممكن يكونوا مهتمين ان هم يتعلموها. عندنا الأطفال من أول 4 سنين وسن مفتوح لحد 60 فما فوق. هايل. ما فيش أي حاجة تمنع أن أي حد يبتدي يتعلم موسيقى أو رسم أو حتى مسرح. مزبوط. في أي سن. صح. في أي عمر، حتى لو ده فاته في وقت من الأوقات وحابب أن هو يبتدي ده على كبر، ما فيش أي مشكلة، ما فيش أي حاجة تمنع ده. بالعكس، هي حاجة مفيدة جدا، مفيدة لأي حد أن هو يتطور في شخصيته وأن هو يتعرف حتى على نفسه بطريقة مختلفة. مدة دراسة الطفل، لو طفل بقى، تقريبا بتاخد قد ايه؟ ولو حد كبير برضو، هل يعني بتلاحظوا اكيد الاستيعاب طبعا. مين بيكون استيعابه اسرع، الطفل ولا الكبير؟ وبياخدوا مدة قد ايه تقريبا على ما بيخلصوا الكورس اللي بياخدوه؟ هو طبعا ده بيعتمد على الطفل او الكبير، حتى على الموهبة. على الموهبة وعلى التمرين. يعني دايما بنواجه برضو ده مع الاهل، انا طفلي ما اتطورش. ايوه، هو بيتمرن في البيت، ما هو زيه زي تعليم اي حاجة. يعني لازم انا في واجب. ادي وقت بالظبط. صحيح. في البيت ان انا يبقى عندي التزام من اسبوع للتاني ان انا بتمرن لحد ما اعمل البروجرس ده. اللي بيعمله في سنة، اللي بيعمله في 5، ده له علاقة كمان بالمستوى اللي هو عايز يوصل له. يعني في بيكتفوا مجرد ان هو يعتبر يعني فك الخط كده وبدأ يعزف حاجات بسيطة، وفي لا، عايز يوصل لمرحلة ان هو يبقى بيعزف في اوركسترا، او يتوجه حتى ان هو يبقى عازف سوليست. فده هيحتاج طبعا وقت ومجهود وتمرين في البيت. طيب برضو من وجهة نظرك بقى، بتشوفي فكرة انه ما بقاش في حصة موسيقى في المدرسة مأثرة ازاي على الولاد؟ وشايفة ايه السبب ليه ما بقاش في حصة موسيقى في المدرسة؟ ليه بقى في مدارس
جديدة بتفتح كبيرة غالية جدا ومفيهاش مسرح ولا أوضة موسيقى. أعتقد إن في الناس مش مدركة أهمية الفنون للأطفال وأهمية الفنون في التأثير على شخصية الطفل. وكل الأطفال اللي هم دلوقتي في الوقت الحالي بقى عندهم ADHD بالظبط، فرط حركة، استخدام للأجهزة كتير بيخليهم مش مركزين. يعني مش عايزة أصنف فرط الحركة ده طبعا، يعني حاجة أنا ما أقدرش أقول مين عنده فرط حركة، لكن اللي أنا بشوفه إن الأطفال حقيقي بيفرق معاها لما يكونوا في المسرح وفي الموسيقى تحديدا وحتى في الرسم، قد إيه هم لو حابين الحاجة بيفرق في تركيزهم وتطورهم. صح. وفعلا وتعلقهم بالمدرسة بالظبط، وفعلا بنقابل أطفال بعد فترة بنلاقيهم لا ما بقاش عندهم فرط الحركة ده وقت ما هم بيعملوا الحاجة اللي هم مركزين فيها، يعني هم بيقدروا يركزوا. انت عارفة يا إنجي، أنا مش خبيرة بس برضو حصل معايا موقف كده، ولما رحت المدرسة عند ابني قلت لهم يا جماعة هو ليه ما فيش مسرح؟ يعني موقف هم بيشتكوا من ابني، بقول لهم هو ليه ما فيش مسرح؟ أنا جاي أتكلم في حاجة تانية خالص. فبيقولوا لي ليه تتكلمي في الموضوع ده ليه؟ بقول لهم بتكلم في الموضوع ده عشان كل الولاد اللي قاعدة عمالة تتقمص شخصيات وتعمل حاجات وانتم مضايقاكم، ليه ما يبقاش في مسرح يعملوا يمثلوا شخصيات ويعملوها، فبيطلعوا طاقتهم دي وتركيزهم في الشخصيه اللي هيقدموها، وهينسوا تماما فكره ان هم يضايقوا بعض او يتنمروا على بعض او يعملوا مشاكل مع بعض وتافر بقى ايه هي المشاكل اللي كانت ما بينهم. ولكن الحته دي انا كنت بشوف ان هي يعني هي كانت موجوده في مدرستي، فلما الحته دي احنا ما كناش بنشوفها في المدرسه. ليه؟ لان كل البنات في اوضه موسيقى، اللي بتحب الموسيقى بتلعب موسيقى، اللي بتحب التمثيل بتمثل على المسرح، اللي بيحب الرياضه في رياضه، اللي بيحب الاشغال في اشغال. انما دلوقتي ما بقاش موجود، فبقينا نشوف الولاد عناف مع بعض جدا وبيعملوا حاجات تخيليه. طب ما يمثلوا. انا بشوف ان مش بس الموسيقى مهمه، المسرح ده حاجه مهمه جدا. وبتفرق مع الاطفال جدا، لان هو ده اصلا اللي بيعملوه حتى في السوشيال ميديا الجديده، التيك توك والحاجات اللي بيعملوها، الليبسينج والعزف والحاجات دي. هو اكشلي نوع من التمثيل، لكن احنا بقى لو بقينا فعلا عندنا موفرين لهم المكان بالظبط هيبقوا بيأدوا ده بشكل صحيح وبيتعلموا فعلا حاجات تخليهم يعرفوا يوظفوا انا شايفه الايجابيات اللي عندهم، يعني بس مش بيعرفوا يوجهوها في الحته المظبوطه. فبيحتاجوا حد او ان الاهل يبقوا مدركين اهميه الفنون دي، ومش بس يعني ما نقعدش نقول ان اطفالنا قاعدين على الاجهزه، لا طب ندور على حلول بقى نخليهم ازاي يبعدوا عن ده في الحته اللي هم بيحبوها. طب ازاي اعرف اكتشف موهبه ابني او بنتي وهم صغيرين؟ ولو في موهبه واضحه قوي برضو ازاي، او مش لو في موهبه واضحه، لا لو العكس، لو حاسه ان هو ما عندوش مواهب وانا عايزه احببه مثلا في آلة موسيقية معينة أو في عزف الموسيقى، عشان زي ما قلنا كده شخصيته تتطور، يهدى شوية أخلاقه. أنا بشوف إن يعني كتير من الفنانين الرسامين الموسيقيين أحسسهم مرهفة وأخلاقهم يعني بيترفعوا عن فكرة إن هم حتى يتخانقوا أو يعملوا مشاكل. صح ده جدا. هي الفكرة كلها الموسيقى اللي أنا بسمعها لهم، نوع الموسيقى اللي انا بسمعها لهم. ده مبدئيا نبتدي من هنا. طبعا الفنون اللي هم بيتفرجوا عليها، يعني اعتقد ان ما فيش اطفال دلوقتي بيتفرجوا على مسرحيات قديمه، ده حتى ما بقاش موجود نادر قوي. جدا. لكن اللي انا ممكن اعمله كأم ان انا ابتدي اعرفهم على الفنون دي، اسمعهم حاجات، ابتدي حتى وانا في العربيه بسمع موسيقى معينه اسالهم انت سامع ايه، ايه الالات دي، ابتدي اوريهم فيديوز على اليوتيوب لو انا لقيت او حسيت ان طفلي ده عنده يعني بيحب يسمع أو تشد موسيقى حاجة او بيحب معينة. يغني او بيحب يمثل، طب ابتدي افرجه على الحاجات دي واساله. وبعد كده ابتدي اتوجه للاماكن اللي يعني بتقدم ده، وبعمل اختبار اذن موسيقيه واعرف فعلا اذا كان ابني موهوب ولا لا، وابتدي بقى معايا المسيره. اتمنى برضو ان الاهالي مش هي اللي تختار لولادها الاله اللي هم يعزفوها، لان كتير من الاهالي بيقولوا انا كان نفسي العب جيتار هخلي بقى ابني يلعب جيتار. لا مش شرط خالص ان الحاجه اللي انا كنت بحب اعملها يبقى ابني يعملها علشان انا ما عملتهاش. يعني هو في الاخر الطفل بيانو طبلة لا بالظبط، يعني ليه بيانو درامز لا، طب ليه انا مش فاهمه؟ بالظبط يمكن يعني عشان لما بيتدرب في البيت ما يعملهمش ازعاج، يبقى على الاقل عزف بيانو مش درام. موجوده الكتريك وموجوده بتتوطى صوتها يعني المفروض دلوقتي خلاص نلاقي حلول، بنلاقي حلول بحيث ان انا اخلي ابني او بنتي يعملوا الحاجه اللي هم بيحبوها مش اللي انا حباها لهم. اكيد. طيب
انت بتحبي آلات معينة لسه بتعزفي على آلات معينة ولا خلاص الموضوع ده حطيتيه على جنب وبقيتي مركزة في يعني قيادة الكورال؟ لا هو انا بحب الآلات طبعا، حاجة ما اقدرش اوقفها، لان ده كمان بيساعدني ان انا اغني يعني حتى لنفسي او انا بحضر نفسي الكونسرت او كده. بتعزفي ايه لسه؟ انا بعزف بيانو، ووقت الكورونا كده علمت نفسي آلة اليوكاليلي، هي حاجة شبه الجيتار صغيرة أقدر أغني بيها، يعني أقدر يبقى سهل إن أنا هي أمسكها قريبة في من إيدي المندولين طيب شوية عشان شوية. هي ما بين الجيتار، يعني هي شبه الجيتار بالظبط بس صغيرة خالص يعني، أصغر من المندولين كمان، وخفيفة المندولين جدا صغيرة قوي. بالظبط، أقدر أخدها معايا في أي حتة، أقدر أغني وأنا في أي حتة. فأنا كنت شايفة إن دي آلة كمان سهلة، ممكن أطفال كتير يبتدوا بيها لو هم حابين فكرة الجيتار بس إيديهم لسه صغيرة مثلا، او ما يقدروش. الجيتار برضو صعب ان انا ادوس على الاوتار بتاعته بالصوابع الصغيره، فاليوكاليلي اسهل بكتير. ده ممكن يبقى ستيب 1 لاي حد بيحب مثلا الجيتار. طيب انتي يا انجي كانسانه بقى، انتي ام وعندك طفلين ما شاء الله ربنا يخليهم لك، فحياتك الشخصيه فيها اطفال وحياتك العمليه فيها اطفال، فاطفال اطفال everywhere، ازاي بتعرفي تسيطري او تتحكمي في كل الاطفال اللي حواليكي؟ مش تتحكمي حاجه وحشه، اللي هو بس تعرفي تحطيهم على الطريق الصح، في نفس الوقت ازاي بتعرفي تنظمي بقى بين بيتك واسرتك واولادك يعني والشغل والكورال والبنات الكتير اللي بتتعاملي معاهم؟ انا شايفه ان الاطفال هم البوتنشال، هم المستقبل. يعني لو ما ابتديناش من الصغر ان احنا نحط فيهم قيم معينه واشجعهم ان هم يعملوا اللي هم عايزينه واوجههم توجيهات صح، يبقى انا كده مش ببني صح في المجتمع. فسواء مع اطفالي او مع الاطفال اللي انا بدرس لهم، انا دايما حاطه ده هدف، يعني هدفي ان انا اشوف دي شخصيات لما اقابلهم وهم كبار احس ان انا عملت تغيير في مستقبلهم او في شخصياتهم، او اشوف قد ايه هم استفادوا من ايا كان اللي هم عملوه، سواء معايا انا شخصيا او في السنتر ارتوبيا او في الكورال، ايا كان الحاجه اللي هم قابلوني فيها، ان انا اعرف يعني احس ان انا حطيت input في حياتهم. فمع ولادي طبعا اولا، وبعدين مع الاطفال الكتير بقى اللي انا بدرس لهم على مدار السنين. بيساعدوكي ولادك؟ لاحظتي فيهم مواهب معينه ولا لسه صغيرين لسه لا مش انا ولادي، انا بنتي حاتم 14 سنه، هي ما شاء بتلعب، الله كانت مش باين بتلعب في عليكي على الاول بقى، فكره مرت خالص. بحاجات كتير يعني بيانو وكمانجا ومرينا بحاجات كتير، لحد ما دلوقتي بقى هي اخذت سكه البركاشن اللي هو زي ما حضرتك بتقولي كده، الدرامز والطبلة وكل آلات الإيقاع هي حباها جدا، وأنا عظيم. شجعتها على ده برغم أنه هو يمكن ما كنتش متخيلة أنه هو ده يبقى الاتجاه اللي هي رايحاه. أنا جاية من خلفية كلاسيكية شوية، يعني موسيقى كلاسيكال وشوية موسيقى أوروبية، فابني بقى بيعزف بيانو، مستمر في ده، مختلف خالص عن أخته، فهو برضو بيحابب البيانو، هو ده الحاجة اللي هو حابب يكمل فيها. فأيا كان هم حابين ايه، أكيد بشجعهم في اللي هم حابين يكملوا فيه، وأتمنى ان هم يكملوا يعني من اكيد غير يا ضغط رب، مني ولا أي حاجة. اتمنى انا كمان جدا جدا، لان اكيد هتفرق معاهم وفي حياتهم وفي نفسيتهم وفي ضغوطات العمل، حتى لو اشتغلوا حاجة تانية هتفرق معاهم قوي لو هم عندهم موهبة جميلة زي دي، لو عايزين يصفوا دماغهم او يروقوا بالهم شوية يقدروا يعزفوا. والاثنين بالمناسبة برضو في المسرح، لأن المسرح أنا شايفة برافو. أنه بيفرق جدا في شخصياتهم، وبشوف ده يعني فعلا لما الأطفال بيطلعوا على المسرح ويبقى عندهم يعني يبقى مثلا حد خجول شوية أو حد بالعكس منفتح جدا بس مش عارف يسيطر على ده، يعني الشخصية بتبتدي تتوجه اتجاهات صح، وببتدي أشوف التغير ده على شخصيتهم فعلا في السنين اللي فاتت كلها. يعني كلميني بقى عن دعم مامتك ليكي، وانا عارفه ان مامتك يعني احد اهم الداعمين جدا جدا ليكي في حياتك وسبب كبير في نجاحك، وانتي قلتي بقى ده حقيقي، كلميني اكتر عن دعم مامتك ليكي. انا لولا ان مامتي اكتشفت من وانا صغيره ان انا بحب الموسيقى وفعلا شجعتني في كل خطوه، يعني في اهل ممكن يجوا مثلا على وقت الدراسه لما تصعب الكليات يقولوا لا خلاص كفايه ركزي بقى بقى في المذاكره. ركزي في دراستك، مش هينفع نبقى طول الوقت بنعمل حاجات، بالعكس هي كانت دايما جنبي، ودايما كان انا حتى كنت دايما اقول لها انا هعمل ده بجانب الدراسه، ويعني عمري ما هقصر في حاجه علشان انا حابه اكمل. ودايما لما الحد يكون حابب حاجة عمره ما بيجي على حساب حاجة تانية عشانها، صحيح. يعني الصح هو ان انا اوازن ما بين
الحاجات علشان ما ضايقش اهلي، علشان ما يعني ابقى دايما عند ثقتهم يعني. فوالدتي كانت دايما بتشجعني، وحتى لحد اخر وقت لما قلت انا عايزه ادرس كورال وانا اوريدي ام واطفال وسفر، ويعني الموضوع ما كانش اسهل حاجه، لكن هي دايما كانت في ظهري ودايما بتشجعني، وانا يعني دايما هكون متشكره ليها يعني ان هي دعمتني طول الوقت. انجي انا سعيده بوجودك جدا معايا، وسعيده بيكي جدا وبالانجازات اللي انت حققتيها، وكمان ان انت مش بس يعني متوقفه على انك انت حققتي، لا انت كمان تعلمي الاطفال، تعلمي اجيال جديده، وتعلمي الكبار اللي زي ما بنقول كده، لا لسه مش نيفر تو ليت، مفيش حاجه نيفر تو ليت، لسه قدامهم كتير نقدر نتعلم في اي سن. وقلتي عندك الاكاديمي مفتوحه لحد كمان 60، فحاجه جميله جدا جدا، ومبسوطه بوجودك معايا وبشكرك، وبتمنى ان انت تحققي كل الاحلام اللي بتحلميها. شكرا جدا ليكم. شكرا ليكي جدا انجي لطفي، اول قائده كوره المصريه معتمده من المانيا، بنوته مصريه جميله كانت ضيفتنا في انتي. وللاسف خلاص خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم فقراتنا، استنونا.